شبح الطوارق يلوح في سماء النيجر. يتربص بالنيجر شبح فوضى مع ظهور عامل جديد للاضطرابات بإعلان معارضين للانقلاب العسكري من مجموعات الطوارق تأسيس حركة مقاومة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. وأعلن الوزير السابق والمتمرد السابق من الطوارق غيسا أغ أبولا تأسيس مجلس المقاومة من أجل الجمهورية في النيجر ضد الانقلاب العسكري، وقال في خطاب: ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد والمضي دون تأخير. ويحذر باحثون سياسيون على هذا الحدث بأنه قد يفجر صراعات عرقية وقبلية ويعيد للنيجر أزمة تمرد الطوارق. والطوارق منتشرون في النيجر ومالي المجاورة ويدخلون بين وقت وآخر في صراعات مع السلطة. ومن أبرز ردود فعلهم بعد انقلاب النيجر الذي وقع في 26 يوليو في النيجر، غيسا أغ أبولا أسس مجلس المقاومة من أجل الجمهورية، وهو أبرز قيادات ما عرف بثورة الطوارق في النيجر عام 2007 حتى 2009 التي انتهت باتفاق سلام مع السلطة. قال في بيان المجلس أن شخصيات سياسية انضمت له. الطوارق في مالي عقد الإطار الاستراتيجي الدائم في إقليم أزواد شمالي مالي والذي يسكنه الطوارق والعرب اجتماعات مكثفة ناقش موقف الجيش المالي بعد ما اعتبر تجاهل السلطة لتنفيذ بنود اتفاق الجزائر للسلام الموقع في عام 2015، وتضمن إشراك حركات أزواد في الحكم مقابل التوقف عن مطالبها الانفصالية في الإقليم. ترتيبات الطوارق: محمد أغا إسماعيل الباحث في العلوم السياسية بجامعة باماكو في مالي يرجح عودة ما وصفه بتمرد الطوارق في مالي والنيجر إلى أساليب الأنظمة الحاكمة في التعامل مع أقليم أزواد في مالي وأقليم أزواغ في النيجر. ويضيف أن علاقة حركة أقليم أزواد بالحكومة متدهورة منذ الانقلاب العسكري المالي عام 2022، حتى أنه لم يعد هناك تواصل فعال أو ثقة. أما الوضع في النيجر فلا يزال غامضاً، أن تأسيس الوزير والمتمرد السابق عيسى أغ أبولا حركة سياسية يشير لمخاوف بعض الطوارق حول ما بعد انقلاب النيجر، خاصة مع وجود صراع دولي وإقليمي يلوح بالأفق ويخشى الطوارق على موقعهم في الترتيبات القادمة. يعلق الباحث في مركز راند الأمريكي للاستشارات الأمريكية مايكل شوركين على تأسيس طوارق مجلس للمقاومة في النيجر، لأن الطوارق في النيجر أقوياء لكنهم غير موحدين، لذلك يمكن القول أن الحركة التي أسسها غيسا أغا بولا تخص بعض الطوارق. تاريخيا كان أداء النيجر أفضل من مالي في التغلب على النزاعات المعقدة بين العرب، وذلك بما يخص تماسك البلاد المعرض دائما للكسر. يرجح المحلل الشادي المتخصص في شؤون أفريقيا جبرين عيسى أن دعوة أغا بولا للمقاومة لم يكتب لها النجاح أمام ما يحظى به المجلس العسكري من شعبية كبيرة، كما قد ينظر النيجيريون لتشكيل جماعة مسلحة ضد الانقلاب بنظرة عداء وسط ما يتعرضون له من تهديد خارجي بالتدخل العسكري ومع ارتفاع وتيرة العداء لفرنسا. وصف بعض المؤيدين للانقلاب في النيجر أن الطوارق سلاح جديد بيد فرنسا بعد إكواس، ومنهم من يعدهم المقاومة الفعلية والأصيلة في مالي والنيجر.